تشرفنا اليوم بالمصادقة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين ولاية الجزائر ومدينة موسكو عاصمة يعني روسيا الفيدرالية لإقامة شراكة عن طريق تبادل يعني تجارب والأفكار في عدة مجالات، أهمها يعني الرقمنة والابتكار، حماية البيئة وتسيير النفايات، تسيير حركة المرور عن طريق يعني نظام ذكي ثلاثي الألوان، إعادة تأهيل البنايات القديمة إلى غير ذلك. الجزائر بالنسبة لنا بلد شريك وصديق تجمعنا به شراكة متينة، نسعى لتطويرها في شتى المجالات. شرف كبير أن نوقع مذكرة التفاهم هاته التي ستبني مستقبلا زاهرا بين مدينتينا.